مصر اللي عبر التاريخ وقفت أمام أشياء كثيرة عجز عنها كل البشر، وهيبقى في حاجات أنا قلتها زي التتار لما جم هنا وحكينا الحكاية، لما شفنا الحملة الصليبية وفي المنصورة عملنا إيه وأشياء كثيرة. لكن هقول لكم حكاية العفريت. العفريت ده مش واحدة عاملة لحد عمل ولا عاملة له سحر، العفريت ده عامله الاستعمار وعامله من زمان. والعفريت ده ممكن يبقى إشاعة، ممكن يبقى كلمة، ممكن تبقى حكاية، ودلوقتي السوشيال ميديا. هبدأ من بداية القرن اللي فات سنة 1900 حوالي كده، كان إمبراطور ألمانيا اسمه بريهوف. بريهوف ده داخلين ألمانيا هتعمل حرب وهتخش ضد بقى الحلفاء الإنجليز والدول اللي فيها محتلها إنجلترا أو بريطانيا في الوقت ده، زي مصر وزي إيران. أشعوا فيها انه الحاكم امبراطور بتاع المانيا بيرهوف ده بقى مسلم اسمه محمد بيرهوف، والجوامع في مصر وفي كل الدول اللي محتلها انجلترا هللت، قالت امبراطوريه كبيره، واحد كبير، شخص عظيم، ملك بالامه بتاعته، داخلين الاسلام، احنا لازم نحارب ونقف مع الالمان ضد الانجليز. ودي كانت اكبر كذبه. لغاية دلوقتي بيرهوف مات وشبع موت والكذبة شغالة. من الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها مع بعض الإعلاميين، الجيل القديم شوية عاشها وشافها بعد حرب 67، هقول لكم الإشاعة الخرافة بتعمل فينا إيه ولسه بنعاني منها لغاية دلوقتي. بعد انسحاب المصريين وجيشنا العظيم 67 شكل كان صعب ومذل ومهين، بس لسه الروح موجودة، عاوز يموتها، عاوز يمنعها. وفي كذا مدينة منها الإسماعيلية والسويس وبورسعيد هجر أهليها، راحوا محافظات تانية. فإسرائيل مش عاوزة أي مصري يرجع يعيش هناك عشان تبقى منطقة حرب، ومع الوقت هم ياخدوها، يعملوا بقى هجوم وياخدوها. فطلعوا خرافة بقت في فيلم كده حتة صغيرة، الناس اللي الكبار شوية يعرفوها. قالك مرة عسكري مصري جاي من سينا وماشي وجنبه واحد صاحبه، بيقول له بص ده الراجل ده اللي قاعد رجليه رجل معزة، فقال له زي دي، فبيبص على زميله اللي ماشي معاه لقى رجليه برضه بقت رجل معزة، فبص عليه وراح ميت من الخضة. معقولة في عفاريت في سينا؟ طبعا القصة دي لما تحللها هي خلصت بموت الجندي ده، لكن انتشرت. وراحوا في السويس وقال لك ده في واحد جه وقع سكن في السويس واتجوز واحده من بنات السويس، قاعد معاها مره على السرير بيقول لها جيبي لي كوبايه ميه، وهي قاعده ايديها طولت وراحت على المطبخ جابت له الكوبايه وقعد بص عليها طلعت عفريته مات. دي على فكره هنيدي عملها مره في فيلم جانا البيان التالي. العفريته والجن ده بقى موجود دلوقتي بشكل سوشيال ميديا، ومش في مصر بس. اسألوا أهليكوا في الأردن اللي بيحصل فيها، شوفوا بلاد كتيرة اللي بيحصل فيها، عملوها في فرنسا على فكرة. العفريت شغال، العفريت دلوقتي بقى واحد بيتكلم ويقول وأنا شخصيا مؤدب ولا أتعرض لأحد، وساعات الصمت يبقى أبلغ لغة للتافهين، وساعات القوة هي اللي بتتكلم. قبل ما نسيب المرحلة دي بقول لأهل بلدي استوعبنا الدرس وعشناه. أنا واحد من الناس كنت معاكم ونزلت يوم الجمعة في 28 يناير، يوم 29 اللي افتكر عملت مكالمة الساعة 12 إنقاذا لمستشفى 57 إن ممكن حد يتعدى عليها. بعدين طلعت في التلفزيون المصري في القناة التانية والنيل الأخبار طلبت بفكرة اللجان الشعبية، وأقسم الله والله 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 كل اللي عملته اتصلت بالمسؤولين انا هتكلم في كذا هتقول ايه، ولا حد قال لي قول ولا اعمل. والنتيجه اللي احنا حمينا البلد يوم السبت من بعض المارقين، وده لا يتعارض مع وجود شرفاء في هذا الوقت كانوا في الشارع، لكن كان في مجرمين. من هنا برضو نتكلم، اوعوا تصدقوا اي حد، حبوا بلدكم، مش عاوزين حد يخش في وسطينا، مش عاوزين صوت جاي من بره ولا من جوه يقول لك اعمل واعمل واعمل. في مليون طريقه،
غير انك تهد في بلدك. قبل ما اسيب الكلام دوت نشوف محمد هنيدي لما قال الخرافه. الخرافه اللي بقت دلوقتي على الموبايل، تفتحه دلوقتي تشوف اي برنامج، والقناه بقت اتنين وتلاته واربعه. وافتكر هنا العظيم محمود مرسي رحمه الله عليه لما حصل العدوان الثلاثي على مصر في 56، كان بيشتغل في البي بي سي مع بريطانيا هناك مذيع وفي لندن وحاجه جميله، بس ده راجل وطني. شوف الشياكه، شوف الفنان، شوف العظيم. لما شاف العدوان الثلاثي قال سأعود لبلدي، لن اكون صوتا للمحتل، ما كنتش اداه لذبح بلدي، وعاد الى مصر وطلعت موهبته لانه فنان، لانه راجل، لانه وطني. وكم من خسيس ذهب بعيدا وجاء وحيدا، اصبح بره التاريخ. يا اهل بلدي، احنا برنامج اجتماعي بس شايف الطيبين، بنعاني طبعا في مشاكل كتيره، بس المشاكل دي بقى لها كام سنه، ما احنا بنشتغل العمل ده من سنوات طويله. ومن هنا ومن هذا البرنامج اللي بعمله مره في الاسبوع افكار كثيره بنقدمها للاصلاح يتم الاخذ بيها، حاجات كتيره جدا، وحاجات كتيره هنتكلم عليها ونشوفها ونشوف مصر. هنشوف الخرافه اللي عملها محمد هنيدي، عاشت في مصر 6 سنين أو 7 سنين من 67 ل 73، يقول لك سينا مليانه عفاريت. الخرافه دلوقتي شايفينها عامله ازاي؟ نشوف المشهد ده لما شاف رجل المعزه بدل البني ادم، تعالوا نشوفها. دي الضحكه، دي الاسطوره، دي الخرافه، دي اللي تمت بعد 67. رجل المعزه بقت دلوقتي الكلمه اللي بتهد، اللي عامله زي السكينه. مش عايز اطول في الموضوع ده، لكن سقطنا الحدود في اهلنا وناسنا، ونبني بكره مع بعض. مش هقول لكم ازاي، نصبر شويه ونستحمل، والايام اللي جايه هتشوفوا اجراءات اجتماعيه كثيره بدات، في حاجات ما ظهرتش بتظهر، في مشروع كرامه اللي بشوف اهالينا وناسنا، في بعض الناس لسه لم يصيبها الدور، في الايام القادمه هتلاقوا في دفعه كبيره، لانه الاتفاقيه وتجديد هذا المشروع تم منذ عده ايام. الحاجات دي ليها معنى عندنا.